ايه ده العشق لحظة سحر بيبان يسرق من الشفا الدفا ولحظة حنان وبيرسم الذكرى حلم على الحيطان وجوا حيطانه انكتب قصص وكلام مهما بصصنا بنختلف نبقى جيران إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان مهما افترقنا بنجتمع بأحلى غرام دقت قلب ضحكت عيون نامت كمان مهما بصصنا بنختلف نبقى جيران إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان مهما افترقنا بنجتمع بأحلى غرام دقت قلب ضحكت عيون نغمت كمان بصصنا بنختلف نبقى جيران إلا الزمان وإلا الوقت وإلا المكان مهما افترقنا بنجتمع بأحلى غرام دقت قلب ضحكت عيون نغمة كمان الو ست مرام يسعد اوقاتك انا وصلت كل الارقام اللي انا عارفاها مقفوله هلا حسب حكي اعتماد عم بتقول الشخصيه كثير مهمه بركي عامل تشويش تشويش طب ماشي ماشي لما نشوف اخرتها ست مرام اهلا وسهلا فيكي يسعد مساكي يسعد كل اوقاتك هي تاني مره انا اسمي مرام بضم الميم واخر مره رح اسمح لك تغلطي باسمي آسفة سوري بعتذر مو على أساس ما بيصير تجي وإيدك فاضية أوام لهطي فلوس الناس لا والله بس أنا بصراحة فتلت وبرمت السوق كله بس ما لقيت شي لي بمقامك أنا بحب اللياقة ولسان الحلو بس كل اللي قلتي كذب ولا حرف أنت هلأ معك 5 دقايق لتقولي اللي عندك وبدك تقنعيني وإلا ما رح أبرر لك إنك تقطعي عزلتي الرومانسية تبع الأمن اللي صار لها أنا بتعذبني 15 سنة alright نزار إيه في أخبار عن اعتماد؟ والله الحمد لله أموره تمام بتسلم عليك امبارح لقيت تحت الدرج 500,000 دولار وأنت بتتريق يا نزار؟ لكن هذا سؤال بيسأل ما شايفني معك بالبيت شو أنا أمه ولا أبوها؟ افتح افتح أهم أفلام عن الحب والفراق واللوعة رح أفلجها بمعلوماتي السينمائية شو رأيكم تاخذوا فكرة؟ تعال تعال أنا خايف تكون ما بتحب الملفوف لأني ما بعرف لف خلصنا بقى خلصت مقابلتك
بس أنا لسه عندي كتير حكي وتفاصيل. حبيبتي أنا بيهمني المعاني، ما بيهمني الحكي الفاضي. معك حق، أوقات بقول حكي فاضي للناس اللي برتاح لها، فبحس حالي بدي أقول وفضفض. لك خلاص، أنا عم قلك العبرة بالمعاني، مو باللعي الفاضي. ويا ترى قدرت بالمعاني أقنعك؟ 90% كلامك ما له طعمة. باقي 10. مزبوط، 5 علامات ترقيمية، فواصل وإشارات تعجب وإشارات استفهام. وبيبقى شو عندي بقى؟ جملة مهمة ومفيدة وهي الزبدة، إني أنا ما لازم أسمح لحدا أو خلي لحدا ينزع تاريخ ابني مراد. ولازم البناية اللي انتشر صيطة بكل أرجاء العالم تضل مثل ما ترك ابني مراد. خذي هاي الورقة وأقري القائمة واللي كاتبته أنا، بتعودي بتعرفي الشي اللي بحبه واللي ما بحبه. ايه بس واضح انه هي قائمة بالاشياء اللي انت ما بتحبيها. مزبوط، اساسا انا ما بحب شي. خلصت مقابلتي، يلا اخدتي اكتر من وقتك، انصرفي. على فكرة المصاري اللي لهطيهم من سيف والبقية ما رح انساهون. قوم عنا يا ممنوع الكوسة والجزر. لك ليش؟ ليش؟ في حدا بيكره الخير للعالم؟ لك في حدا بالدنيا بيكره الكوسة والجزر؟ ليش زعلان؟ ليك شو كاتبت لي بالأحمر والخط العريض؟ ملاحظة هامة جداً، أكره السينما والعاملين فيها وجمهورها ومتابعين السينما والتلفاز وجميع الأفلام، وأكره الدراما بشتى أشكالها. لك لسه واقف؟ روح ضب شنطتك وتعال معي. روح؟ لا فشرت، أنا بدي ضلني ناضل وقاوم. بحياتهم السينمائيين ما كانت أرضهم مفروشة ورد. أنا بدي دافع عن هذا الفن الراقي النبيل. جدع هذا كريم، جدع. وانت نزار لازم تناضل وتكافح. لا عمي، لا كافحوا وناضلوا لحالكم. عوفيت ايش وبيطالع عيوني بالطول وبالعرض لطالع رزقتي؟ ايش وانا جاي اموت هون؟ تعالين صبايا. هاي. يا اهلا وسهلا، تفضل. نزار انت فعلا مش هتغير رايك؟ والله انا الصراحه بلشت تعجبني. والله انا حاولت اقنعها بكل الوسائل بس قالت لا بدها جزر ولا بدها كهربائيات بالمره. هدول التجار هلا بيكونوا بطريقهم لهون. يا جماعة أنا رح أروح أدبر حالي بهالكم يوم بما الله يفرجها، لأنه هدول التجار ما رح يحلوا عني ورح يضلوا لازقين لي هون بالشقة. يلا دعوا لنا قبل ما يجوا. موفق زوجة زار. سامحونا رح نوصلك على الأسانسير. اعتماد؟ عارفة أنا بحلم بإيه؟ قولي شو بتحلمي؟ بتحلمي بإيه يا حبيبتي؟ لا مش بحلم يعني الأحلام العادية دي، لا حلم كده، حلم عظيم، حلم بحلمه وأنا صاحية. تعرضي مسرحية بلندن أو باري؟ لا حاجة أهم من كده بكتير. شو؟ بحلم ألاقيكي داخلة عليا كده من جوه من ناحية المطبخ وجاية تقولي لي سلاف يا حبيبتي صباح الفل أنا عملتلك قهوة. شو سقيلة؟ أي محقق لك حلمك حبيبتي؟ هذا حلمك العظيم؟ أوه حقق لك. ما تهزريش. والله العظيم بجد؟ Love you. حياتي. طب بقولك إيه؟ في حاجة عايز أقولك عليها. بصراحة أنا حاسة بذنب كده إن إحنا خلينا نزار يفضل موجود، والله كان يروح يشوف حياته أحسن. يعني الله أعلم مرام دي هتعمل فيه إيه لما تيجي. أوعك الست مرام، لا تقولي لها مرام. شو بعرفني من هون لتجي الله بيفرجها. اي مساوي لك حلمك العظيم. لو يوم دارلينج ابسني صباحو عباشي مورنينجو. La 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 la
بونجورنا تيامو اللي تحققت احلامه. لا لا بجد بجد احلى حاجه في العالم ان الواحد كده تتحقق احلامه مره واحده. احذري شو راح يصير هلا كمان. شربك ياها؟ لا خليني شربك ياها. لا ما تهزريش بليز. تحت امك لقدستي من اسمي. خلص خدي. ميرسي. شكرا يا حبيبتي. تسلم ايدك حياتي. الله تسلم ايدك يا روحي. ايديكي يا عيوني. قمر انتي الصبح بجد؟ صلى مو كل البنات هيك اسم الله والنبي. لك يا صبايا وينكم؟ ساعدوني! جيت الكابوس. هي ليه بتقول كده؟ ما بعرف. استني اما اشوف. امي شوف يا تمام عم تموت. اخ يا ربي على اسماء. يقبصني المخترة، يقبرني موديلو، يقبصني غنجة. هاي ريحة الغالي بعرفها مثل ريحة التيس البري تمام. يا حبيب أمك شو بتكره النظافة. يمكن ها آخر مرة تحممت فيها يا ضو عيوني بصف الخامس جريد فايف بالإنجليزي بالإنجليش يعني. بونجور سنيبرز كيفكن؟ اشتقت لكم كثير عم حاكيكم من لندن. بحبكم قاعدة رواق ولحالي. لاف يو. اعتمد اعتماد تعالي الحقي الباب مقفول على اسماء ومش بيفتح. شو؟ شو؟ ليش؟ معرفش الباب مقفول ومش بيفتح. هلا تكون قفلته من جوا. لا لا هي مش قافلاه من جوا بس هو مش بيفتح في نفس اللحظة. او ماي جاد. روحي روحي لنشوف شو بها. يلا تكون ماتت. ولك يا صبايا وينكم؟ طيب استني جايين لك اهو استني. ساعدوني. استني استني انا هفتح من برا استني. بعدي نشوف. لك ما عم يفتح. والله ما عم يفتح. ليش هيك؟ اسمع انت متاكده انه مو انت اللي قفلتيه من جوا؟ ليكي ما تجننيني. ليش تقفله انا يعني؟ ليش تقفله؟ اي دونت نو بيرهاوس فاكره انه في حصار جديد او اي شيء. ايه كلام بنتي كمان ده وقته. اسماء ارجعي لورا طيب هجرب انا من عندي. يلا يلا ساعدوني ساعدوني بدل ما تتشارعوا ولاقوني حل. حياتي مو معقول. شو سحر الشغله؟ ما فيش بقى غير نحن نحاول نكسر الباب. شو شايفتينا الرجل الاقدر؟ هاو كوم؟ بتعرفي شو؟ لازم ننادي لنزار. شفتي انه وجوده له اهميه؟ فتح فتح. شفتي انه فتح لوحده؟ او ماي جاد. انت قافلتي من جوا يا كذابه. ماني كذابه انا. لا كذابه انت اللي قافلتي من جوا. لا انا ماني كذابه. كذابه لا كذابه. انت عم تعرفي مش مظبوط. روحي نشرب قهوه اسموقه. اوكي حياتي. عن جد خاب ظني فيك. شلون؟ شلون يعني التقارير قاعد تقول لي شيء وانت قاعد تقول لي شيء كان ثاني كومبليتلي. وفوق كراهي تبيني اعطيك بونس؟ وي اي كانت ما اقدر اعطيك بونس اي كانت. ما اقدر ايش تبيني اسوي؟ قول لي الحين انت عطني سوليوشن شنو تبيني اسوي؟ لا ما تقدر تقول شيء خلاص انا صار لك ساعه كامله قاعد تتكلم. التقارير قاعد تقول لي انت الشغل من من الشغل من وقت شلون؟ وفي ايام تطلع من الشغل متاخر عم لاقي شلون؟ وين شلون وصلت لهون؟ لا الا عن شرفك وشرفه. لا عوضين الكلب ولا عوضين عوض. وين موبايلي؟ كمان الموبايل لك يا كريم التافه. ياسمين عوضين. لا يا على اساس حابكينا مع بعض يعني انت مربط وهداك برات البيت تلحسوا ما اخلصكم. شو نزار في شيء مو طبيعي عم بيصير بالبيت. المو طبيعي انه بدي اقول عن شرفك وشرفه لهداك التافه الثاني. نزار كنت نايم في قوة خفية جابتني لهون. لا صدقني القوة الخفية عندي
بدها توديكم على العالم الاخر على قولة مراد. فهمت؟ فهمت؟ بدك وين؟ ولا عوضين؟ نزار؟ نزار سيدك نزار؟ نزار؟ اوكي، ابي هالتقارير تتغير نكست ويك، يلا. شد حيلك، بالتوفيق ها؟ يلا. لو سمحتي يا أنسة، التدخين ممنوع هنا. أولاً أنا مو أنسة، أنا مدام. بعدين شو شايفني عم دخن سجاير؟ هذه سجاير يا مدام. لك اعتمد، سجاير ولا سيجار؟ هو سيجار وسجاير. نفس الشيء. البلدية تمنع هالشيء يا مدام، معليش. البلدية حبيبي. كانت يعني حطت عوض هذا سيجار هذه سجائر، فالبلدية مو حاطة هذا سيجار. عفوا يا مدام، البلدية تمنع أي شيء يطلع فيه دخان. لا تخاف، أنا ما بطالع للدخنة، أنا ببلع بلع للدخنة. محسوبتك عندها رئتين أكبر من الشرق الأوسط هذا اللي شايفه كلياته، مع أوكرانيا وتنزانيا وقونسيا. بعدين تعال أقول لك، انت من لك هالشجاعة وهالجرأة لحتى تسألني هالأسئلة السخيفة والتافهة والحقيرة؟ أنا سيف، صاحب البناية والكافيتيريا. سيف، عود 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 لنتفاهم لنشوف شو ناخذ نعطي مع بعض. تفضل تفضل استريح عود. لك معقول انت سيف كنت هالك لأمك على شر ور شر ور لساتك لهلا بتعمل بأوعيك؟ خربت قلبك، شنترت فجأة. وين قاعد تبين هالكلام؟ انت من حفلتش قاعد تقولي لي هالكلام اصلا؟ انا مرام، امه لمراد، اهم حارسه ومراقبه بالشرق الاوسط واوكرانيا وما بينهما وتنزانيا. لا 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 تقولينها، لا لا تخاف لا تخاف، هذا ابني مراد حابب يثبت قوته الامنيه. يقبرني بابا. يعرف عن هالموضوع؟ اي بابا يعرف. اصلا انا لانه كنت معتزله بس هو ترجاني مشان ارجع اشتغل بالقوى الامنيه القاهره. بتعرفها انت هي القصص يا مدام مرام. مرام لو سمحت. يعني لو ظليتي معتزله ما كان افضل؟ لك طبعا احسن، بس نحن لما بيجينا الواجب وبدنا نلبي فورا منلبي. بس انت الظاهر مالك مطلع على العلاقات التاريخيه اللي بعيلتنا وعيلتكم. لا لا لا، انا مطلع ومطلع وايد زين بعد. اي لا سيدي مالك مطلع، وراح اثبت لك هالشيء ناو. ستي اما لامي الثالث عشر بيجي هيك رقمها. زين اوكي، ايش في؟ Come on girls، خلاص صارت القصة نسوها. لك كيف بدي انسى؟ كيف بدي انسى شو صار معي انا من شوي؟ يا عمي رح جن. يفتح الباب بس ما في مفتاح، يرجع يقفل الباب بلا مفتاح. لو بتسمعي يعني انا رح اخوت، مش عم بعرف شو صار معي. انت لوين بدك توصلي انه في اشباح بالبيت؟ على فكرة ما تستغربيش قوي كده، يعني في حاجة اسمها عالم ما وراء الطبيعة، وفي حاجات غريبة بتحصل لناس كتير. والله اللي ما وراء الطبيعة والغريب والميتافيزيقي اني انا قاعدة معكم وعم ضيع وقت معكم بدل ما اروح استرزق. سوري، لإلي شي فرصة استثمارية اشتغل عليها. يلا باي باي جيرلز، تيك كير، تشاو تشاو، لوف يو. ولك اسماء سلاف، تعالوا ريحوني من هاللعبة بقى، ما عم يفتح الباب. انا مليت منها لهاللعبة. ها شفتي؟ في ايه؟ في ايه يا بنتي؟ في ايه؟ شو عم بيصير؟ هاي الباب ما عم يفتح، شو عم بيصير؟ شفتي؟ شفتي شو صار معي من شوي؟ شفتي؟ Look girls, I'm really bored with this game. So open the door لأني عم بختنق. هو ده وقت اللعب؟ احنا بنلعب معاكي مثلا في حاجة زي دي؟ يا عمي أنت ليه مصرة ما تصدقي؟ أما هي الصورة فيها ستي وإما لستة وقت كانوا عم يعملوا افتتاح قناة السويس. سوا كانت إما لستة عندها معمل كبير تبع صناعة شحاطات الريش. خوت رياش، شايف هذا اللي عم يلعب بالتراب على طرف القناة؟ هذا كان جدة
يا لطيف شو كان شقوي شوفه. يا لطيف على المنظر. أما هي الصورة فيها ستي وستك بافتتاح وكالة ناسا. كانت ستك مهتمة كتير بالدبب، بتحب كانت الدب الأكبر، وفتحت معمل شوكولاتة على شكل دبب. وهذا يلي ملوت حاله بالشوكولاتة بيكون أبوك. يا لطيف شو كان يحب الشوكولاتة خد شكلك. يا ست مرام. مرام يا عيني مرام. يا ست مرام، أنا عارف عن كل هالتفاصيل، مرام خبرني عنها بالتفصيل. على العموم أنا بمشي عن الدلج. اوعك تتحرك من محلك ولك، وإلا الدم بيصير للركب. لسه في 350 صورة بدك تشوفهم مع شرح مفصل وممل. وإذا بشوفك شارد اوعك، ها لا تشرد ولا هيك ولا هيك. يا ويلك يا ظلام ليلك.